رفشان، ارمى توف قريب، ركلية لمنتخبنا. جواد كاظم حاول يحصل على خطأ، جواد بهذه المنطقة على ركلية ممكن، حاول ولكن إلى ركلة بربا. علي قاسم شوف النظرات، شوف الترقب، عالية الكرة، الثواني الأخيرة، علي عدنان يقطعها، ابعدها يا علي، صاحب الهدف الثاني، أمامية من علي. هنا الحارس الياباني أمامية، آخر 30 ثانية من عمر اللقاء، وإبعاد الكرة إلى الركني. أعتقد الكرة الأخيرة. محمد يا بطل، عليك الحسم بهذه الكرة. علي عدنان يبعد الكرة إلى ركنية. ركنية للمنتخب الياباني. إن شاء الله تمر، أمان 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 يا ربي أمان. بهذه الركنية الخطيرة. أمان يا ربي أمان، مرت مرت. الله يا بطل يا محمد يمنع الكرة مرة أخرى. صفر يا رفشان، صفر يا معود، وانهيها للإعراق أولها وتاليها. الكرة ممكن في الكرة الآن تلعب، المرمى فارغ. جواد 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 جواد، كرة جول. الله، مرت مرت، لكن الآن رفشان إرماتوف سيطبق السافر الآن. يلا يا رفشان، يلا يا رفشان، العراق في كأس العالم، العراق في تركيا 2013. مبروك لشبابنا، مبروك لليوثنا، الليوث تذعر للأسود وللأشبال، وبالتالي فرحة المنتخب العراقي. مبروك لشعبنا العراقي، مبروك لاتحاد كرة القدم، مبروك لحكيم شاكر، مبروك للاعبين الأبطال بالانتقال إلى النصف النهائي. شكرا لهذا الجمهور الرائع. العراق في كأس العالم 2013 في تركيا، ويلا يا مازن والأفراح العراقي. علي فايز، رأسية رائعة وفي الشباك الياباني، ثاني للعراق والتفاؤل. لازلنا نسألك، زين للعراق وهدف لليابان، هدف ثاني عن طريق علي عدنان. علي عدنان في الوسط منتخبنا اليابان، واحد اخوانكم سووها، يلبوا المنتخب العراقي تلعب من العالم.
علي داخل منطقة الجزاء جول. الله يا علي عدنان ما عنها لليابانيين الا 4 دقائق. شوف 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 علي فايز راسيه رائعه وفي الشباك الياباني. ثاني للعراق والتفاؤل، لا زلنا متفائلين. زين للعراق وهدف لليابان. إذن العراق في تركيا حاضر، أمل العرب حاضر في تركيا، المنتخب العراقي